مساء الخير جمهوري العزيز، إن شاء الله تكونون بأحسن حال يا رب. صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت عن خبر تغيير لقب، وأنا بحكم علاقتي الطيبة معكم حبيت أوضح لكم الأمر بنفسي. في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراق الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، يعني عدم تطابق في الأسماء، يعني مشكلة كبيرة. وما أردت يعني أشرح لكم إياها بالتفصيل. تقريبا سنة ومعاملات رسمية في الخارج متوقفة لسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر، لم تكفي. اتصلت بالمحامي، طلبت نصيحة قانونية. الحل هو إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم فقط، يعني فقط حبر على الورق، مجرد إضافة على كاظم جبار إبراهيم فقط كلمة الساهر، والساهر تعرفوها صار 30 سنة معايا في الشهرة. يا أحبابي، أنا لا أقصد أي إساءة، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل، ولا مدينة الحرية. أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي. أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح، وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق. أنا ابن العراق وأقولها بكل فخر واعتزاز، وأنا لي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام. أعتذر إذا هذا الموضوع سبب أي ألم لأي شخص، هذه فقط مثل ما حكيت لكم حبر على ورق. أما الأصل، أنا ابن وادي الرافدين، محبتي واحترامي.